نعم. فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وبين ما نراه في واقعنا من إقبال الناس على الله، ونجزم ونقطع قطعا أن هذا الوقت أحسن من أوقات قد مضت من قلة المنكرات وإقبال الناس على الله، و يعني شيء مشاهد، وما تسمونه يعني ما يسمى الآن بالصحوة، يعني أن هذا معلوم أن هذه صحوة أنها كانت بعد غفلة، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ يرى بعض العلماء، وقبل أن أقول ذلك يجب أن نعلم أن القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع أبدا، القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع، فإذا وقع شيء يخالف ظاهر القرآن والسنة فاعلم أنك أخطأت في الفهم، في فهم الكتاب والسنة، وأن المراد بذلك معنى لا يخالف الواقع. الواقع الآن أنه كما تفضل الأخ، هناك إقبال شديد ولله الحمد من الشباب على دين الله، ونسأل الله لهم الثبات وأن يوفقهم للصواب، لكن هناك شر مستطير 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 بالنسبة لكثير من الناس، في إقبال والحمد لله، لكن في شر عظيم أيضا، المنكرات الموجودة الآن في المسلمين، هل توجد من قبل؟ نعم ما توجد، يعني ما كنا نصدق أن إنسانا يشرب الخمر، والآن الخمر في بعض بلاد الإسلام يباع علنا ويوضع في الثلاجات كما يوضع الشراب الحلال، ما كنا نعمل، ما كنا نظن أن شخصا يلوط بمثله، والآن في بعض البلاد الإسلامية يعرض الذكر على الإنسان كأنه امرأة حلال. المخدرات المهلكات للأمم، هل كنا نعرفها؟ نعم لا. فالآن الأمة فيها خير كثير وفيها شر، إذا قرنت بين هذا وهذا قد تقول إن الخير أغلب إن شاء الله، وإذا لم يردع من قبل أهل الشر فسيغلب على الخير، لكن المراد بالحديث، المراد بالحديث الولاة، لأن سبب ذكر أنس رضي الله عنه هذا الحديث أن الناس جاءوا إليه يشكون ما يجدون من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي المعروف، جاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، فقال لهم اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا واقع بالنسبة للولاة، ما يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه. انظر الآن البلاد الإسلامية ولا سيما العربية اللي احنا نعرف، مصر لما كانت ملكية هل هي أحسن أم بعد أن صارت جمهورية؟ نعم الأول أحسن بكثير، ثم الجمهوريات التي توالت عليها كل جمهورية شر من التي قبلها. انظر للعراق تجده كذلك، انظر للشام تجده كذلك، فالناس بالنسبة للولاة لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، في الظلم والبعد عن الدين وقمع أهل الحق وغير ذلك. عرفت الآن؟ فصار المراد بذلك فيما يظهر من هم الولاة، لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. قد يرد على هذا عمر، خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن الخلفاء قبله كانوا شرا منه وهو خير منهم بلا شك، خير ممن سبقه لا سيما القريب منه، فيقال هذا لا يخالف الحديث، لأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة أحيانا تأتي على الأغلب
على الأغلب، ليس على كل عين وكل فرد. نعم.